بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة الحسن زراعة الأسطوح. اليوم 19 أكتوبر 2024. اليوم إن شاء الله نكتشفوا ديك الثمار ديال الدراجون، نشوفوا اللون ديالهم واش اللون أبيض ولا أحمر. هذا كنا شناه قدمته لكم، هذا اللون أبيض جميل جدا، وهذا مازال مكتشفناش. ونعبروا الثمار ديالهم ونشوفوا هاد الثمرة الجميلة اللي كتشاهدوا أمامكم. هيا نجات ما شاء الله، شوفوا ساوت نجات مزيان. بسم الله، هيا هيا قطفناها من انا نضعو في الميزان. هذا راه فيه الفوائد كثير على صحة الانسان، لانه ما كيتعطاش ليه المبيدات، وطبيعي من نوع الصباريات. وهذا راه ما شاء الله فاكهة الدراجون أو فاكهة التنين، لأنه هاد الحبة كتشبه العين ديال التنين. لاحظوا فواكه غريبة ولكن راه جميلة. بالنسبة للناس اللي بغاو يستافدو في هاد هادو، يجيو اللي عندهم أراضي يغرسو هاد العقل، وراها مفيدة وما فيها كتستهلكش الماء، ما كتستهلك بزاف ديال الخسارات، ما فيهاش الأسمدة. بسم الله، هانتوما شوفو دابا شحال فيها. أربعمية وربعة وثلاثين غرام، مزيانة قبلات نص كيلو. ونشوفو التمرة الأخرى تا هي، هادي السنة الأولى. هادي تكون صغيرة قل منها. ربعمية وثلاثين، نضيفو ليها هذه، هانتوما 653 غرام، جوج تمرات عطاونا أكثر من نصف كيلو، أكثر من نصف كيلو. الآن بعد ما فتحتهم، هانتوما الكبيرة اللون أبيض، لون جميل جدا، وفيها هذوك الحبيبات، كتشبه الطعم ديالها كتشبه الطعم الكيوي، ولكن ما فيهش الحموضة. واللون الاخر احمر ما شاء الله. المذاق ديالهم جميل جدا. يا الله، اللي بغى يدير شي تجربه في السطح ديالو ولا شي حاجه مرحبا. انا الدراجون راه عظيم، الله العظيم، ما كيتعطى شي ادويه، ما كيتصابش بامراض، ما كيدير والو. شويه السماد العضوي وهو خدام عندك. بقى عندي واحد التمره هنا، ها هي كتشوفوها، يا الله بهذا المنظر الجميل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.